كلام انا بالسياج امبارح كان المفروض ان انا امشي في سكتين، سكه بتقول ان انا اطلع ارضي الناس اللي عندي هنا في القناه واقول لنادر السيد غيور وحسود ولسه الهدف اللي دخل في مرماه في 2004 مأثر فيه والكلام ده، يا الا ان احنا نحاول نقرب وجهه النظر. كنت شايف ان الراجل قال كلام واتفهم بطريقه ثانيه خالص واتعمل عليه رياكتات اثبتت ان هو بيقول حاجه ثانيه خالص غير اللي هو كان قاصدها. فمفترض ان انا اطلع اقول لها يا جماعه نادر كان بيقول 1 2 3، في ناس محترمه تقبلتها وفي ناس تانية مشيت بسكه الغيره، الغيره والحسد. انتوا غيرانين من الجزائر، انتوا ليه حاطين الجزائر في دماغكم، انتوا ليه 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 ليه، اللي هو ايه الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان الجزائر في سكه مصر، عشان كده اساسا احنا جبنا السيره ومحمد فاروق ونادر السيد جابوا السيره بتاع منتخب الجزائر في الفيديو. نادر السيد راح لسكه غلط، بس مش معنى كده ان احنا بنجيب سكه بنجيب اسم الجزائر او منتخب الجزائر عشان خاطر احنا حاقدين او حاسدين. حاسد على ايه؟ الكلام ده كنت ممكن اصدقه لو انا موجود في السبعينات، في الثمانينات، في اوائل التسعينات، انما احنا في 2022، احنا دلوقتي مفترض احنا لسه ما دخلناش. مش مشكله يعني، المشكله ان احنا دخلنا في منعطف تاني من الافكار بتاع زمان بالنسبه للناس اللي كانت بتتكلم على الغيره والحسد وان احنا لازم الفرقه القويه نحاول نجيبها الارض عشان كلنا نبقى زي بعض. ده لا، ما بقاش يمشي معانا. احنا بقينا ماشيين مبدا الناس دي عملت ايه صح علشان نروح نتعلم منهم وننفذ اللي هم عملوه علشان خاطر نبقى مستوانا كويس. ده الطبيعي والمنطقي، انما بقى لسه الكلام ده مش طبيعي ومنطقي في العالم العربي. بقى لسه في ناس ماشيه بمبدا اي حد بيجيب سيرتك يبقى غيران او حسود. غيران او حسود ليه؟ والكلام بقى على ان نادر عنده مشكله مع الهدف اللي دخل فيه في 2004. نادر دخل فيه حوالي 1000 جول، هيقعد يركز في هدف واحد بس طول مسيرته؟ انت عايز تثبت وجهه نظر معينه ان انت اللي بيتكلموا عن المنتخب الجزائري حاسدين وحقودين، براحتك. بس لو انت مصدق الكلام ده عن يقين، مشكله عندك انت، صدقني والله. لان انا مثلا اتفرجت على فيديو بتاع واحد امبارح، او بصراحه اتفرجت على اول يعني، اللي هو بيتكلم انا ما نظلموش نادر السيد، انا. طب ما انت طالع تلم لايكات على حس نادر السيد، انت كجزائري عامل قناه على يوتيوب طالع تلم لايكات وتلم مشاهدات على حس نادر السيد، وطالع تخبط في نادر السيد وطالع عايز تعمل وجهه النظر اللي قالها نادر السيد، وطالع عايز تثبت ان المصريين بيغيروا وبيحقدوا على المنتخب الجزائري. وفي ناس بدات تروح خيالها ان الجزائر تفضل حرقاكم. يا عمي الموضوع ابسط من كده بكتير. احنا سايبين عالم السياسه الواقح اللي انتوا لسه متاثرين بيه وجايين هنا بنتكلم في الكوره. احنا جايين بنتكلم في الكوره، بس مع الاسف عقليتكم السياسيين بداوا ان هم يحطوها في دماغكم، انتوا جايين بتطلعوها علينا هنا. لا، انت لو جاي هنا بتتكلم على عالم الكوره بطريقه سياسيه، ابوس ايدك واننا مش عايزينك، عشان احنا فينا اللي مكفينا ومنك. كنت متوقع الكلام ده من امبارح، ان هو هيبقى قاطع الخمس ثواني دول وهيفضل هم نفس الخمس ثواني اللي هيثبتوا وجهه نظرك، انما لو كملت بعد كده مش هتلاقي وجهه نظر. بص، مفيش حد مصري هنا عنده علم بالدوري الجزائري او الدوري الجزائري يطلع كام لاعب. حتى اغلب الناس اللي بيطبلوا هنا للجزائر على المنصه دي علشان اغلب الفانز بتوعهم جزائريين ومعلقين قنواتهم والريتش عندهم عالي بسبب المتابعين الجزائريين، قسما بالله العلي العظيم لا يعلموا كام لاعب محترف حاليا طالع من الدوري الجزائري. لا يعلموا خالص فكره ان انت مطلع يوسف عطال او مطلع عربي بن سبعيني او مطلع بغداد او مطلع بلايلي. انا نفسي امبارح اول مره اعرفها بصراحه في الكومنتات هنا. فلما تطلب من نادر السيد ومحمد فاروق اللي هم مفترض بيحشوا وقت حرفيا، برامج الرياضية عندنا في مصر هنا بقت مجرد حشو وقت، لما تقول للناس بتحشي وقت زي دي يبقى عندها معلومات زي دي، يبقى انت فاهم غلط. والله العظيم انت فاهم غلط، انت فاهم الاعلام المصري غلط او فاهم الاعلام العربي غلط. علشان في ناس ثانيه بتيجي تقول لي ايه الاعلام المصري كذب، ولما بيجيب سيرتنا لازم نقعد نركز على اي حاجه بيقولوها. طب ما الاعلام العربي كله كذب، يعني الاعلام الجزائري، الاعلام التونسي، كل الاعلام في عالمنا العربي مش فير. عالم عربي لا يمتلك اعلام محترم. فانت لما تيجي تقول لي لا احنا بنركز مع المصريين عشان الاعلام بتاعهم كذب، طب ما انت اعلامك كذب، وانت اعلامك كذب، والمغرب اعلامه كذب، كلنا في عالمنا العربي الاعلام بتاعنا كذب، عشان كده بنكرهه وجايين هنا يوتيوب على المنصه دي بنقول اللي احنا عايزينه. بس للاسف لما بنيجي نقول اللي احنا عايزينه بيبقى عايزينك تردد الكلام اللي هم بيسمعوه في الاعلام المحلي بتاعهم. الناس دي بتغير منك، الناس دي بتحقد منك، بتحقد عليك، الناس دي كذا، الناس دي كذا، الناس دي كذا. بيخلقوا شويه عقليات غريبه جدا، عقليات رافضه الاخر بطريق غير طبيعي. طب هقول لك حاجه بس سياسيه، دونالد ترامب لما حب يكسب الانتخابات في امريكا دخل من الحته دي. والله بجد دخل من حته كراهيه الغريب، ودخل من حته كراهيه المسلمين وكراهيه الناس المختلفين عننا اللي هي الاجناس الاخرى اللي مش معانا، يبقى مش هيبقى علينا. ودي نفس النظريه بتاع هتلر بالظبط.
فانت مع الاسف الشديد احنا بنفترض ان احنا الواقع بتاعنا ان احنا بنرفض افكار بس احنا بنحشيها في الشباب اللي لسه طالع من اول وجديد عندنا، فاحنا بنحشي افكار المفروض ان احنا رافضينها. بس اوعى تحس ان في اي انبهار، احنا في العالم العربي فطبيعي ان احنا نلاقي افكار غريبه جدا وكلام بيجي بيتقطع من سياقه. ليه؟ علشان تثبت وجهات النظر، علشان اتقال ان المنصات اللي مفترض تقول عليها رايك الحر بقت بتكسب فلوس. ناس هنا بتيجي على يوتيوب تعمل عناوين عبيطه وعناوين غريبه ومع ذلك بتعمل مشاهدات، واحنا لما بنيجي نتكلم يا جماعه نقعد نركز في اللي بنسمعه، يقول لك انتوا بتجيبوا سيره الجدال عشان مشاهدات. يا ابني ما فيش حد هنا على المنصه دي بيرفع فيديوهات عشان خاطر يقعد يتكلم مع نفسه. أو يعني نحاول نفهم شوية ونحاول نريح بعض، نحاول نبعد أفكارنا السياسية عن أفكارنا الرياضية. احنا جايين نتكلم في 11 لاعب بيجري ورا كورة، مش جايين نتكلم على حدود، ولا جايين نتكلم على مشاكل سياسية، ولا جايين نتكلم على الأعراق، ولا جايين نتكلم على الكراهية، ولا جايين نقول الجزائريين فرنسيين، ولا جايين نقول الكلام ده. واحد طلع يهبد هبدت منه فتحت بعيد ما عرفش يلمها، حتى الناس اللي طلعوا اتكلموا ما عرفوش برضه إن هم يلموه. هو غلط؟ غلط. عبط؟ عبط. ما يعرفش حاجة؟ ما يعرفش حاجة. بس يا ابني احنا عندنا رضا عبد العال، واحد من اشهر الناس اللي موجودة في مصر حاليا، قسما بالله لا يعرف على حاجة عن اي حاجة، وبقى واحد من اشهر الناس الموجودين في مصر. سيف زاهر موجود عندنا في مصر عشان خاطر علاقته وعلاقاته وان عمه كان رئيس اتحاد كورة. انت بتتكلم على اعلام مصري سيء جدا. انا اعلامك، اعلامك بتاعك انت، انا ما اعرفش في مين اشتغل بوسايط، وما اعرفش مين عنده ازمات مع مين فبيطلعها على مين. الاعلام التونسي امبارح كنا بنتكلم عليه، مع موضوع تونس بس. انت بتتكلم هنا على ان احنا بنتكلم على الجزائر بس واحنا حاسدين الجزائر. على فكره انا اتكلمت في القناه دي على المنتخب المغربي والمنتخب التونسي اكتر بكتير جدا ما اتكلمت على المنتخب الجزائري، بس مش ذنب ان الفيديوهات اللي بتكلم فيها على الجزائر بتقع تحتير، ده مش ذنبي على فكره. مش ذنبي خالص. لو انت عايز تسمع وجهه نظر ترضيك دايما، روح اسمع القنوات اللي بتدور على اللايكات وبتدور على ان هي تحشي فكره ان الكراهيه والكلام ده، هتلاقي ان هم هناك منتشرين جدا. واحنا مش عايزين نبقى زي الناس دي. انا قعدت هنا في القناه دي بنزل فيديوهات بيجي عليها 5 6 7 20 30 مشاهده، وكنت بنزل برضه فيديوهات لان انا مقتنع بالحاجه اللي انا بعملها لا اكثر ولا اقل. لو انت بيعجبك الكلام اللي هناك فروح هناك من غير اي افكار، من غير اي حاجه. لو انت شغال فكره الكراهيه والحقد والغيره واللاعب لسه فاكر هدف دخل في مرمى من كام، احنا في 2021 في نهايتها الكلام ده في 2004، بصراحه يعني كليه ذاكره عظيمه. انا كنت حارس مرمى ودخل فيها اكتر من 50 جون، قسما بالله انا ما فاكرهم اساسا. بس عادي ممكن يجي واحد يقول لي انت كارهني عشان خاطر الهدف اللي انا جبته في مرمى. يا ابني انا اساسا مش فاكر اكلت ايه امبارح. يعني هي دي الدنيا وهي دي الكوره في عالمنا العربي الجميل. لو عجبك الفيديو بعد كل ده اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك بقى. عايز تعمل ديسلايك وعايز تعمل انسبسكرايب براحتك، الموضوع ما بلاش فرق والله. انا كده كده قاعد في القناه دي بقالي سنتين ما بكسبش منها جنيه، فبراحتك يا برو. عايز تكبرها كبرها، عايز تنزلها اعمل اللي انت عايزه.